أبنائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم بخير، عودا حميدا. أرجو من الجميع أن يأخذ الموضوع الدراسة بجدية. طبعا فات وقت كبير على الأجازة، فإحنا عاوزين نرجع ونكون متحمسين لأخذ مواضيع الدراسة بجدية ونشاط، ونبدأ بسم الله في درسنا اليوم، وهو الدرس الأول في منهجنا مادة الرياضيات خصائص الأعداد الحقيقية. قبل ما نبدأ في الخصائص لازم أتعرف على ما هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي احنا بنرمز لها بالرمز R كابيتال. الأعداد الحقيقية real numbers، real number الأعداد الحقيقية، فبناخد الـ R رمزا لهذه الأعداد. مما تتكون الأعداد الحقيقية؟ عندنا مجموعات كثيرة زي ما احنا شايفين في شكل فين، عندنا N و W و Z و Q و A و I، ثم كل هذا يشمل تحت الأعداد الحقيقية R. بنبدأ نشوف الـ N وهي الأعداد الطبيعية. مما تتكون هذه الأعداد الطبيعية؟ تتكون من صفر ومن واحد، ما فيها صفر، فيها يبدأ بواحد، اثنين، ثلاثة، إلى ما لا نهاية من الأعداد الطبيعية. لا تحتوي على عدد سالب ولا كسر ولا صفر. تبدأ بأعداد واحد، اثنين، ثلاثة، إلى ما لا نهاية من هذه الأعداد. طيب لو أضفنا صفر لهذه المجموعة إن نحصل على W، وهي الأعداد الكلية. تتكون الأعداد الكلية من صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى ما لا نهاية من الأعداد الموجبة، أيضا ما فيهاش أي كسر، سواء كسر عشري أو اعتيادي ولا أعداد سالبة. بيبقى إحنا عندنا مجموعتين تتألف من أعداد موجبة وبدون كسور. طيب الزد نضيف كمان للمجموعتين السابقتين N و W، نضيف إليهم الأعداد السالبة، نحصل على الأعداد الصحيحة رمزها Z كابيتال. طبعا أي اسم مجموعة من هذه المجموعات هي أعداد يرمز لها بالحرف الكابيتال. طيب الأعداد الصحيحة تتكون من أعداد موجبة وأعداد سالبة بالإضافة إلى الصفر. طيب نكبر المجموعات شوية ونحصل على كيو، نحصل على كيو اللي هي الأعداد النسبية. طيب مما تتكون الأعداد النسبية؟ تتكون من جميع المجموعات السابقة بالإضافة إلى الكسر. طيب تعريف هذه المجموعة هي كل عدد يمكن وضعه في صورة بسط ومقام، بس بشرطين. الشرط الأول أن يكون البسط والمقام أعداد صحيحة، والشرط الثاني المقام لا يساوي صفر. المقام لا يساوي صفر، يعني ممكن البسط يساوي صفر، أيوة، لكن المقام لا. طيب ليه نقول المقام لا ما يساويش صفر؟ لأن القسمة على صفر ليس لها معنى. طيب يبقى كده أقدر أعرف إن أنا عندي N أعداد طبيعية، W أعداد كلية، Z أعداد صحيحة، Q أعداد نسبية. طيب إيه هو بقى الـ I؟ دي مجموعة جديدة، هي أعداد غير نسبية. ما هي الأعداد الغير نسبية؟ هي الجذور، كل جذر ليس له قيمة محددة. زي إيه؟ زي المثال اللي أمامنا، جذر ثلاثة، هل في عدد يضرب في نفسه يعطينا ثلاثة؟ طبعا لا. يبقى نسمي
جذر 3 عدد غير نسبي. طيب وجذر 2 ايضا، جذر 2 عدد غير نسبي. طيب جذر 4 ده جذر 4 لقيمة محددة وهو 2. طب يقع فين الاثنين ده؟ ايوه يقع في ال N اعداد طبيعية، وايضا في ال W اعداد كلية، وايضا في ال Z، ويكون ايضا في الاعداد النسبي. طيب يبقى هنا قدرنا نعرف ايه هو العدد الغير نسبي، هو جميع الجذور التي ليست لها قيمة محددة. طيب فاضل لي بقى حاجة تانية، ايوه الباي. الباي عدد غير نسبي، ليه؟ لانه قيمته غير محددة، مش معروف، يعني مش بتلاتة بخمسة باربعة، لا 3.14159. ولو انت دخلت بالآلة الحاسبة وقلت للآلة باي، هاتيلي باي قيمتها كم تساوي، هتديك 3 فاصل وتملالك الشاشة أعداد كسور عشرية. إذن ليست لها قيمة محددة، والتي ليست لها قيمة محددة تسمى عدد غير نسبي. كل هذه المجموعات سواء N W Z Q I تحت مسمى أن يكون R كابيتال، اللي هي الأعداد الحقيقية. تعالوا نتعرف على المثال الأول. السؤال بيقول لنا حدد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي. سالب 23، ده عدد سالب، يعني مش موجود في N ولا موجود في W، إذن هو يبدأ عند الأعداد الصحيحة Z، ثم عدد نسبية Q، ثم المجموعة الشاملة مجموعة الأعداد الحقيقية. طيب جذر 50، هل في عدد يتضرب في نفسه يديني 50 في نفسه؟ لا مفيش، يبقى هذه ليست لها قيمة محددة. جذر 50 ليس له قيمة محددة، إذن هو في مجموعة الأعداد الغير نسبية I كابيتال، وأيضا من المجموعة الشاملة أعداد حقيقية. طيب سالب 4 على 9، طب هل الأربعة تقبل الاسم على 9 يا ولاد؟ لا ما يقبلش الاسم، إذن فهو كسر، كسر اعتيادي، وضع في صورة بسط ومقام. نعم الأربعة فوق عدد صحيح، أيوة 9 عدد صحيح، نعم المقام لا يساوي صفر، تمام. إذن يبدأ عند مجموعة الأعداد النسبية Q والمجموعة الشاملة الأعداد الحقيقية. طيب تعالوا نتعرف على بعض الخصائص، ولكن هنخليها في الدرس القادم إن شاء الله. عاوز الناس كلها تدخل على الواجبات وتحدد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي. عاوزين نجاوب هذه الأسئلة يا أولاد إن شاء الله بإذن الله، بنحاول نجاوب، وأي واحد عنده أي استفسار ينسق مع الوكيل، وإن شاء الله بنكون متواجدين معاكم لحل أي مشكلة تقابلكم وتواجهكم، وإن شاء الله نقابل بعض على خير بإذن الله تعالى. ربنا يوفقكم إن شاء الله، ودايما ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.